بسم الله، نشوف ان شاء الله ازاي مع بعض نتعامل مع الاس بي لاين. الاس بي لاين برسم حاجه 2 دي زي كده، اختار اللينير او الفري هاند او اي حاجه من الحاجات ديت. لينير انا اخترت اهوت، تمام، واقدر ان انا اتحكم فيها. انا اقدر اختار اي نقطه واعمل لها موف بالشكل دوت، تمام، واقدر ان انا اجي على اي نقطة فيهم وادوس رايت كليك واختار سوفت تبقى بالشكل دوت، تبقى فيه زي قوس مش خط مستقيم، واقدر ان انا اسحب من المقابض ديت واديها الشكل اللي هو عايزه، تمام. حتى الموضوع ده موجود في الفوتوشوب وموجود في اغلب البرامج، نفس الفكرة يعني موجودة، فكرة المقابض ان انا اقدر اتحكم فيها زي ما انت شايف بحيث تاخد الشكل اللي انت محتاجه، تمام. انا بلاقي اخر اوامر انا استخدمتها زي امر موف، روتيت، اكسترود، سكيل، الامر اللي انا استخدمتها قبل كده. طيب، من الاوامر برضو الموجودة هنا انت ممكن ترسم ارك. طيب الارك اهوت هو مرسوم هنا على الاكس وعلى الواي، لو اقدر انا مش عايزه كده بسيطة جدا، هاجي هنا في الطيب واقول له خليها على الاكس والزد فتحول الاكس والزد، لا خليها على زد واي تحول لزد واي، ادوس الت وشمال عشان ابدا اشوفه من الناحيه دي، تمام. ممكن يكون انت مش عايز الارك كده، ممكن انت عايزه مثلا سيكتور بالشكل دوت، او عايزه سيجمنت قوس وبيتقابل عند القاعده، او عايزه رينج، والزاويتين دول تقدر تتحكم فيهم.